يبدو أن حمى حسم المراتب الأولى بدأت تظهر ملامحها على الأحزاب الفاعلة في الساحة الوطنية. حزب الحركة الشعبية الجزائرية برئاسة عمار بن يونس بدأ يلمح لافتكاك المرتبة الثانية في نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية والولائية لعدة اعتبارات ومعايير مستنبطة من الميدان. هياكل حاليا اللي عندنا والمنتخبين والمنتخبين اللي تحقوا اللي خلونا عندنا إحصائيات، عندنا حوالي 70% اللي ويننا مقنعين بما يخص المستوى والقدرات والالتزام الحزبي والمسار السياسي تاع المناضلين اللي ان شاء الله غدوه ان شاء الله نكونوا القوه الثانيه في ولاية العاصمة إن شاء الله. غير أن ما يعيق نشوة الانتصارات في الانتخابات المقبلة عزوف سكان العاصمة عن الاقتراع، فكيف سيقنع حزب بن يونس المواطن للتوجه يوم الانتخاب؟ أنا انستالي سيلول كومونيكاسيون لجنة الاتصال هنا في على مستوى ولاية العاصمة في الحركة الشعبية الجزائرية، وين اللي اونتران دي لابوري ان بروغرام. لو بروغرام هذا فيما يخص لا كومونيكاسيون باش الناس تخرج باش السانسكري ديجا وتروح باش يصوتوا يا لو كان افيك اون فوي بلونش سي تري امبورطون باسكو الصوت تاع كل جزائريه وجزائري خاصه في العاصمه سي تري امبورطون بور نو. وعن اقامه تحالفات مع احزاب من نفس التوجه كما جسدته بعض الاحزاب الاسلاميه، استبعدت الحركه الشعبيه الجزائريه هذا الخيار مرجعه اياه الى ما بعد الانتخابات المقبله.